صباح الخير، ازيك يا مختار؟ ازيك يا سامح؟ اتفضل. اشربوا ايه؟ قهوة سادة. نسكافيه. بابا الله يرحمه كان بيحب المكان ده قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. انا عارف يا مختار انك كنت بتحب بابا، علشان كده لغاية دلوقتي انا مش قادر افهم اكتر. والله انا سامح اني مش فاهم انت عايزني اعمل ايه بالظبط. تقف جنبنا تساعدنا نرجع الشركة، وبعدين اللي انا عارفه ان انت قريب جدا من اللي اسمها داليا دلوقتي، وداليا ما عندهاش نية انها تتنازل عن اي حاجة. بس احنا ما قلناش تتنازل. انت هتقدر المختار تخليها تمضي على اي ورقة او شيك من غير ما تاخد بالها؟ ذمتك انت متخيل ان انا ممكن اروح اعمل حاجة زي كده؟ مختار احنا في ورطة كبيرة ولازم نحلها، واللي سامح بيقدمه لك ده هيبقى ديل. ديل ايه بقى؟ هدي لك 25% من اصول الشركة، وكمان كرسي مجلس الإدارة. ايه رأيك؟ مش فاهم سامح، هتديني حاجة مش بتاعتك ازاي يعني؟ طلع في نقعد، احنا بنتكلم. ايه ده؟ مع السلامة. ده اتجنن غالبا. يلا بينا يلا. وادي شهادة الميلاد وادي البطاقة. ألف مبروك يا عادل بيه. الباشا الكبير مبسوط منك قوي. أنت وفتون. يا معلم في إيه؟ هو اللي قال لي كده. برضه راحت له الجزمة من ورايا. أنا كنت خلاص مش عايز الورقة واستعوضت ربنا في الأربعة مليون. والله وعليته بإيه بتستعوض ربنا في 4 مليون جنيه يا راشد؟ تعبيط يا راشد؟ هي كانت مراتك ولا إيه؟ قفل ونبي يا إيهاب على الحوار ده خالص. طب ما تك اسمها سالي. سالي؟ لا. غريبة. كريم قال لي إنها كانت شغالة عندهم وإنها اسمها سالي. كريم رجع؟ قابلته الصبح في النادي وقال لي ان مامته شافتها في حفله كده. عسليه؟ سوري؟ سالي يعني سالي. كملي بس كده. هو ده اللي قاله لي. كريم فين ماما؟ قال مين لسه صاحي؟ مين لسه صاحي؟ معقولة بتطبخي بنفسك؟ بطبخ بنفسي يا حبيبي. هات رجلك الحلوة دي. إيه؟ البس. يلا يا دوسة لو سمحتي طلعي نام. يلا على النوم بقى. عشان احنا بقينا متأخر. يلا روحي نام. بتطبخي ايه؟ زي ما انت شايف كنت بطبخ طبيخ زمان. تحولي. هنعمل ايه في موضوع الفيلا يا مختار؟ انا خايفه لا يطردوني. اظنش. لا الفيلا دي تمنها بالكتير ما يجيبش 20 مليون جنيه، واعتقد يعني لو عملوا كده هنطالبهم بالورث. هما بيعرفوا يحسبوا كويس، مش هيعملوا حاجه زي كده. بقى انا بحب المكان ده قوي. اول مره جيت على الفيلا مع مراد كان ساندني على كتفه واحنا راجعين من المستشفى، ويوميها قال لي ادخلي البيت بيتك. عمري ما كنت اتخيل ممكن ده يحصل بجد. كل ما افتكر ان انت قدرتي تقنعيني انا ومراد وكل الناس انك مش فاكره اي حاجه، بصراحه اخاف منك. ولا ممثله في اجدع فيلم. مش كده برضو؟ ما انت فاكر ان دي اصعب حاجه عملتها؟ ده انا مره في المنيا قعدت شهر ما بنطقش، عامله فيها خرصه. بس والله كان غصب عني.
أنا ساعات لما بفتكر الأيام دي أحس إن أنا كنت واحدة تانية مش أنا. طب تصدق إن ولا حاجة من دي كانت مترتبة؟ كنت لابسة 100 وش في بعض. ويا ترى بقى اليومين دول أنت لابسة أنهي وش فيهم؟ مع شاهين ابني أنا لبنى، وفي الشركة أنا داليا. ساعات كتير بفتكر وبتوحشني زينب في اسكندرية. كانت أيام هدوء. بس تعرف مين أكتر واحدة وحشاني فيهم؟ مين؟ عسلية. كل ما ابص في مرايتي بشوف عسلية. عسلية اللي هربت منها. ساعدني يلا. انا فتحت لك الكيس. افتح دي كمان. تاني؟ ايه يا راشد؟ انت ايه اللي جايبك في وقت متأخر زي ده؟ وعرفت ان انا رجعت من السفر. في ايه دلوقتي يا راشد؟ في ايه؟ ما تتكلم معايا ادم، بتكلمني كده ليه؟ اهدى يا راشد اهدى، انا ما بقاش ليا علاقه باي حاجه ليها علاقه بالضرب ولا باي. انا مش جاي الضايف. ماشي يا سمر. انا عرفت من سمر ان انت وامك شفت عسليه. عسليه؟ اكيد سمر بتقول اي كلام، انا لسه راجع من السفر يا راشد وماليش دعوه بالحاجات دي خالص. اقول لك ايه يا كريم؟ هجيب لك رقبتك. فيها يا راشد؟ انت بترفع عليا مطوه في بيتي يا راشد. اوبعك كمان. بس يا راشد ايه ده؟ ايه ده انت مين؟ ده راشد يا ماما، راشد جوز عسليه. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عسليه فين؟ هجيب رقبتكم انتوا الاثنين وما كلمتوش. استنى بس، انا شفتها هي دلوقتي ما بقاش اسمها عسليه، اسمها داليا نور، متجوزه بتاع مقاولات اسمه مراد الجرحي، وبتدير شركه روح لها هناك. وكمان انا ما بقاش ليا اي علاقه بالمخدرات والحاجات دي، والله العظيم بطلت. خلاص بعد بعد. تمام. استنى رايح فين؟ انا هاجي معاك. انت stay here. والواد يا بت طلع كريم. يخرب بيت سنينك. فتون يا فتون، فتون يا فتون، اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. استنى بس. اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. طيب اقفلي. طيب يا حبيبتي هرجع اكلمك تاني. باي باي يا اختي. لقيني عسليه. ايه التخريف ده؟ زي ما بقول لك كده. عارفه الواد كريم اللي كان شغال عنده في البيت، اللي هو شغال معاه بيبيع مخدرات، امه قابلتها في حفله. طب وهنعمل ايه؟ هنروح لها طبعا. نروح لها؟ انت عايز تودي نفسك في داهيه؟ انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ان عسليه هربت منك عشان انت قتلت الحسن؟ لو رحت لها هتسلمك. مفيش الكلام ده. عسليه بقت غنيه دلوقتي وعندها شركه وملايين. غنيه؟ شركة ايه وملايين ايه؟ جابتهم منين يعني؟ دي كانت ماشية ببقجة هدومها يا ستي. لما نروح لها لو انا اعرف حكايتها. هنروح لها فين دي؟ الشركة، شركة مراد للمقاولات. شركة مراد للمقاولات؟ ايوه. ايه المشكلة؟ خلص سيجارتي واقوم البس. البسي وحصليني بقى. غير هدومك.